بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا الأكرم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام مشاهدي قناة القرآن الكريم من الجزائر، القناة الخامسة أوفي البرنامج الأسبوعي قرة أعين، أينما كنتم أسعدتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سنقضي بإذن الله تعالى خلال ساعة ونصف الساعة من الزمن نرافقكم خلالها من خلال برنامجكم قرة أعين لنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية. إذن نلقاكم لنتحدث عن من لا صناعة للرجال ولا للأجيال من غيره، ولا بناء للعقول إلا بتوجيهاته، ولا اكتمال لسلسلة تربية النشأ إلا بحلقته المهمة. فمن الإجحاف أن لا نقر بفضله في بناء الأمم. هو المعلم حامل أسمى الرسالات لصون أمانة الأجيال. فهل ما يزال المعلم على مر العصور صماما للقيم؟ وهل يحفظ له المجتمع مكانته التربوية والعلمية والإنسانية المقدسة؟ أم أن ما أصاب المنظومة المجتمعية من تغيرات جارفة للقيم والسلوك أفقدت المعلم المربي سلطة التأديب؟ ثم ما مكانة المعلم في معيار القدوة؟ نطرح اليوم بإذن الله تعالى هذه الإشكالية تحت عنوان المعلم وأمانة الأجيال، تحت عنواننا الكبير قرة أعين. أنا في الحقيقة أعترف أنه لم يكن من اليسير بالنسبة لي أن أطرح هذه الإشكالية، ربما لأمر في نفسي، عن نفسي ما زلت أستشعر تلك الهيبة بالنسبة للمعلم، بالنسبة لكل من علمني حرفا منذ الصغر. لكن يشفع لي والحمد لله أنني في حضرة أساتذتي الذين سيناقشون الموضوع اليوم، وأتشرف باستضافة أستاذنا الأستاذ سعيد معون. بارك الله فيك. شكرا على الدعوة. بارك، شكرا لك. أيضا معنا الدكتورة المتخصصة في علم النفس الأستاذة فاطمة زهرة حربي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخت نصيرة، وأهلا بالأساتذة إن شاء الله. سيفيدنا أيضا من خلال هذه الحلقة الدكتور بكير حات سعيد، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة تخصص فلسفة التربية. نحتاج إلى طرحك أستاذ. إن شاء الله، بارك الله فيك. إن شاء الله. ويمثل المعلمين والأساتذة في هذا البرنامج الأستاذ دمدوم السعيد، معلم متقاعد. نرحب بك أستاذ. أشكرك، بارك الله فيك على هذه الدعوة. مرحبا بكم جميعا. إذن موضوعنا اليوم المعلم وأمانة الأجيال. التعليم طبعا مهنة مقدسة تتعامل مع عقل الإنسان، وهي أساسية في مختلف الحضارات، ولا أدل على ذلك من قول الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني معلما ميسرا. فمن هو المعلم الذي ينشده الإسلام أستاذ معول؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قبل الإجابة عن السؤال بكيفية مباشرة، لابد أن نعود إلى لوحة قيادتنا. ولوحة القيادة بالنسبة إلينا كمسلمين هو وحي الله، هو القرآن، وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن الذي أوحي إليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. حينما نقرأ القرآن كله وندمج تعلماته ومعارفه، يمكن
أن نحدد أوصاف هذا الإنسان الذي يوجه إليه التعليم والإنسان الذي يشرف على هذا التعليم. فالإنسان هو هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه البيان وامكنه من توارث نستر على هذه وامكنه من توارث العلم بواسطة القراءة والكتابة وسخر له الكون يعني ما في السماوات وما في الأرض جميعا وجعله خليفة فوقها وطلب منه عمارتها. هذه هي أهم المواصفات التي تصف بها هذا الإنسان. الإنسان كائن متعلم، وقلنا في التعريف بأنه خلقه الله وجعله قادرا على أن يتوارث العلم بواسطة القراءة والكتابة. وكلمة التوارث توحي بالمفهوم المادي للكلمة، لأن الإنسان يرث عن أبائه وأجداده ثروات، وثروات هذه تتراكم عبر الزمان عبر السنوات عبر القرون من جيل إلى جيل. وكذلك العلم، العلم تتوارثه الأجيال جيل عن جيل، والعلم يتوسع ثاني من جيل إلى جيل من قرن إلى قرن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وامكنه من توارث العلم بواسطة القراءة والكتابة. لا غرابة بعد ذلك أن نجد جبريل عليه السلام هو أول معلم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينزل عليه ويأمره مثلا بصلاة لأول وهلة، صلاة لم يؤمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد 11 سنة، باش فرض على رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصوم بعد 13 ولا 14 سنة، والحج بعد 22 سنة. ولكن كلمة اقرأ هي الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ذكر أدوات القراءة كدليل على أثر هذا العلم الذي ينتقل من جيل إلى جيل من صدر إلى صدر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا غرابة بعد ذلك أن نجد أن الله عز وجل يجيب ملائكته الأطهار حينما تساءلوا واستعلموا الله عز وجل حينما أعلمهم بأنه سيجعل خليفة فوق هذه الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. الانتقال من سياق إلى آخر ليس اعتباطيا، وحاشا لكلم الله عز وجل أن يكون له اعتباط، ولكن ما تتوجسون منه خيفة أيها الملائكة سيأتي اليوم الذي سيتجنب هذا الإنسان بفضل العلم الذي جعلته قادرا على أن يكتسبه. وعلم آدم الأسماء كلها أي جعلته قادرا على أن يتعلم وعلى أن يكسب أن يكتسب العلم. والعلم الذي يتكلم عنه القرآن ليس معلومات محصورة بسيطة هكذا، منظومة منغلقة محدودة تنتقل من جيل إلى جيل، ولكن تشبه الثروة التي تتوارث الأجيال وتكبر وتتوسع من أي جيل إلى آخر. وكذلك العلم الذي تكلم عنه القرآن هو هذا التراث المعنوي أو الميراث المعنوي الذي ينتقل من جيل إلى جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمعلم الذي ينشده الإسلام هو الذي يفهم إلى من يوجه تعليمه، والمجتمع الذي يفهم معنى التعليم هو هذا المجتمع الذي يعي أهمية هذه القدرات العظيمة التي أودعها الله عز وجل في هذا الإنسان والتي لا يعلمها إلا هو.
فإذا كان القرآن قد أخبرنا بأن هذا الإنسان ضعيف بالمقارنة مع الإرادة الكونية الكلية، ولكنه جبار وعظيم بالنظر إلى المسؤولية التي كلف بها، وما أعظمها من مسؤولية، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. فنجد موضوع القرآن جميعا موضوعه هو الإنسان في علاقته مع الكون، ما فيش زيادة واحدة وراء، هو الإنسان في علاقته مع الكون. وهذا هو الذي أخبر الله تعالى به ملائكته الأطهار: ما خفت منه سيحدث وأعلم ما لا تعلمون، ولكن سيأتي اليوم الذي سيتجنب فيه الإنسان هذا الذي تتخوفنه، بفضل العلم، لأن العلم هو الذي سيخرج هذا الإنسان من كل هذه المآزق ومن كل هذه المآسي التي سيعرفها لحكمة يعلمها هو، ولكن هذا العلم هو الذي سيسهل التواصل بين البشر. إذا فهم المعلم هذا سيكون قادرا على هذه الرسالة العظيمة، أهم رسالة في الإسلام هي رسالة التعليم. هذا هو المعلم الواعي الذي ننشده لابنائنا، وسنعود اكيد اكيد ساعطيك الكلمه لتواصل من زاويه اخرى الاستاذ معول، لكنك قربتنا الى المعلم المنشود بالاسلام بكل ما طرحته، ونستخلص من هذا ان الاسلام ينشد المعلم المربي المعلم الموجه للخير في كل القضايا التي تهم الامه، وقدوتنا في ذلك رسولنا الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا التوارث الذي كان يتحدث عنه الأستاذ معول من جيل إلى آخر للتعليم والتعلم يحتاج إلى بيئة مواتية. هل البيئة التي تحيط بالتعليم ككل كقيمة من القيم التي ترتكز عليها الحضارات وبناء الأمم هي البيئة المواتية لنحافظ على هذا التراث؟ أستاذ بكير بارك الله فيك. إذا تحدثنا عن العلم فنحن نتحدث عن شيء عظيم، وإذا تحدثنا عن المعلم فنحن نتحدث عن الذي يوصل هذه الرسالة إلى الأجيال. وبطبيعة الحال كلما كانت البيئة مواتية منسجمة مع هذه الفكرة الجوهرية استطاع المجتمع أن تصل أن يصل إلى هدفه، وهو إيصال هذه الأفكار وهذه القيم إلى الأجيال. وحجر الزاوية هنا هو المعلم، وبالتالي كلما كان المجتمع محترما للتعليم ويعطي قيمة قولوا عليا للتعليم كما ينبغي ذلك في الشرع وكما ينبغي ذلك في الواقع، كلما كانت البيئة محترمة للعلم، كلما كانت البيئة محترمة للمعلم، كلما استطاعت الأجيال الموجودة حاليا أن تأخذ نصيبها من العلم، وبالتالي إما تحافظ على المشعل كما نريده نحن، وإما تطور أفضل مما نريد. وهذه وظيفة التعليم، ليس أن أنتج إنسانا مثلي كأب كمربي كمعلم، بل وظيفة التعليم أن أنتج إنسانا أفضل مني، لأني دائما أنشد الكمال، يعني يؤدي ما لم أستطع أن أؤديه أن أقوم أنا. به أنا. وبالتالي حنا نقوله بالعامية، كل واحد تقول له كاين اللي خير منك يغيظ الحال، تحكي تقول له وليدك خير منك من المفروض يعجبه الحال. علاه؟ لأنه بعقلية التجار أنه أي إنسان عنده رأس المال مدى به في نهاية الموسم نهاية العام يكبر، يكون عنده رأس المال والفايدة. وبالتالي عندما أربي ابني ويكون مثلي فأنا فاشل في تجارتي، عندما يكون المعلم يدرس ويحصل في النهاية على تلميذ يشبهه فهو فاشل في تعليمه. أنا أدرس وأعلم وأنتظر من التلميذ أن يكون أفضل مني لكي يعطي حلولا أنا لم أستطع أن أصل إليها. ونقول في النهاية أنه الحمد لله ربي سبحانه وتعالى أعطى لي هذه الثمرة، مش لي أنا ولكن للمجتمع. دور المعلم هنا دور حساس وجوهري. لماذا حساس وجوهري؟ لأنه لما نتكلم عن المدرسة وعن التعليم هي نتاج بيئة معينة،
هذه البيئة إذا وفرت الظروف الجيدة سوف ينجح في عمله. طيب إذا كانت هذه البيئة مثل ما نعيشه الآن فيها الكثير من التحديات، الكثير من المعيقات لبلوكاج، فهذه البيئة تقول أن هذه المدرسة يجب أن تكون هي السباقة وتؤثر إيجابا في المجتمع. واحد الجدلية شوية صعبة، لكنها دائما طبعاً تدخل ضمن أسس بناء أي مجتمع. أي بعد مجتمع، هذه المدرسة، هذا التعليم، هذا المعلم عندما يتحرك بطريقة صحيحة سوف يصل إلى الهدف. كم المدة لا أعرف، أنه ممكن هذا المعلم يعلم، نتيجة التعليم لا تظهر بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة، ممكن بعد أربعة، ولكن هناك انطلاق، نقطة انطلاق لهذا المعلم. فإذا كان المعلم قويا، قويا ليست صحة بدنية وجسدية، قويا معناه متمكن فكريا، فكريا متمكن من الوظيفة التي يعني فكريا تربويا وإنسانيا أيضا، لأن الأستاذ ليست مهمته محصورة عند التعليم، بارك ونفسيا ونزيدوا. لماذا؟ لأنه أي مهنة يمكن أن أحدد لها إطارها معناها الخاص، أما لما أذهب إلى المعلم إطاره الخاص واسع جدا بكل بساطة، لأنه يتعامل مع الإنسان الذي يتغير كثيرا ويتأثر كثيرا. لما أطلب مثلا من الطبيب، روح واحد المهنة شوية دقيقة، طبيب أعصاب، المطلوب من طبيب الأعصاب أن يلم جيدا بهذا الموضوع على الأعصاب، فيقوم بعملية جراحية دقيقة جدا في أدق الزورغان، أجهزة تاع الإنسان، ووفر له كل الوسائل فتنجح العملية. مثل مثلا عملية فصل دماغ تاع توأم متصل، نعم، ستة ولا سبعة جراحين ويلتقوا، دقيق جدا ولكنه مضبوط جدا. أما التعليم فهو دقيق جدا وواسع جدا. وبالتالي عندما يكون لدينا، أنا دائما أعد وأركز على الوظيفة الحساسة والخطيرة للمعلم، لما يكون عندي ضعف في المنهاج أو ضعف في البيئة أو ضعف في المدرسة، يمكن للمعلم أن يتلافى ولا يستدرك ذلك الضعف. العكس غير ممكن، صعب جدا أنه ضعف المعلم يستدركه ضعف قوة المنهاج ولا قوة البيئة المدرسية. وبالتالي حجر الزاوية الذي نربط عليه آمالنا هو ذلك المعلم الذي يطلب منه أن يقوم بواجبه على أحسن قيام، وبالتالي ينجح هو وينجح أولئك التلاميذ الذين هم أطفال وبشر قبل أن يكونوا تلاميذ، وينجح المجتمع في النهاية. بارك الله فيك أستاذ على هذا الإبحار بنا في عالم التربية والتعليم وفي هذا الجانب الفلسفي الذي لا يمكن أن تتخلص منه أستاذ، لأنه اختصاصك. ربما أنقل لك انشغال الذي طرحه الأستاذ بكير الآن، وهو هل أنك فعلا تحس كأستاذ، وإن كنت أستاذ منذ متقاعد لكنك ما زلت تواصل الرسالة في مدرسة خاصة، هل أنت مع الطرح الذي طرحه منذ قليل الأستاذ، وهل هكذا تنظر إلى مهنة التعليم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بادئ ذي بدء أشكر قناة القرآن الكريم على هذه الاستضافة الطيبة الكريمة، مرحبا بك، طاقمها الذي هم جنود الخفاء أستاذ الفاضلة، كما أحيي الأساتذة الأفاضل والإخوة المشاهدين معنا عبر هذه القناة الطيبة الكريمة. في الحقيقة عندما نتحدث عن التعليم هو أخطر مهمة في حياة الإنسان في المجتمعات. لما نتحدث عن التعليم نتحدث عن المعلم، وهو كما ذكر الأستاذ الفاضل هو محور العملية التربوية. عليه إما إذا كان كما ذكر الأستاذ قبل قليل، إذا وجدنا هذا المعلم الذي ينشده الإسلام وحذرنا له المناخ الطبيعي، المناخ الذي يمكن فيه أن يبدع، لا شك أن هذا المعلم سوف ينتج لنا. ما هو المعلم؟ المعلم يقال أنه تلك الشمعة التي تحترق
الشمعة تحترق لتضيء للآخرين. والأنبياء والرسل كانوا معلمين، كانوا معلمين لأقوامهم ولشعوبهم. حتى القرآن الكريم، حتى أن الله عز وجل من على نبيه بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الأخ ذكر، إذا وجدنا البيئة المناسبة والظروف الملائمة لهذا المعلم سوف يبدع. والدليل أن المعلم قديما، وأنا من الرعيل الأول، من الجيل الأول، لما كان المعلم لم تكن لديه الوسائل الموجودة حاليا وقد أبدع المعلم. كان المعلم وسيظل في اعتقادي هو ذلك المربي، ذلك الأب، المرشد، الموجه، الناصح، الحنون، الذي لا يكتفي. هذه مشكلة أيضا نفتح قوس عليها. المعلم لا يكتفي بحشو عقول الأطفال بجملة من المعلومات وفقط، بل كان وظيفته كان مربيا قبل أن يكون معلم. مربي يحتك بالتلميذ، يتحسس ظروف التلميذ. هذا كنا قد في هذا الوقت، هذا إذا رأى في التلميذ. ولهذا حنتكلم على الموضوع، كنا الظروف ملائمة. وش أقصد بالظروف الملائمة أستاذ الفاضل وإخوة الفاضل؟ هل السؤال هذا سؤال نخليه أنا مطروح الآن والإخوة يسمعوني الآن، هل كوننا نحن الآن هذا المعلم الذي سوف نقدم له فلذتك أكبادنا بين يديه، هل استطعنا الآن في الوقت الحاضر الآن أن نوجد هذا المعلم الذي نعطيه أجيالا لتكون في المستقبل هي من ترفع راية الوطن، تخدم المجتمع، يكونون بناة لهذه الأمة، قادة للأمة؟ هذا السؤال فقط. هذا السؤال أكيد سنجيب عنه في محور آخر من هذا النقاش، فسأعطيك الكلمة أستاذ دمدوم. تحدثت عن زمن كان فيه الأستاذ له مكانة مرموقة، وربما نتذكر كلنا لطالما حفظ المجتمع هذه المكانة الراقية للأستاذ، حتى أنه بعد الاستقلال كانت الأمهات عندما تريدن أن تحفزن أبناءهن على طلب العلم والتحصيل العلمي تقول له: أدرس حتى تصبح معلما. هل هذه المكانة، أو هل المجتمع ما زال يحفظ هذه المكانة للأستاذ أستاذ حرابي؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استأذنك أستاذة نصيرة أن أشكرك لهذه الدعوة الكريمة، وسعيدة وشرف لي أن أجلس أمام أستاذي سعيد معول وأمام الأساتذة والحضور الكريم، وأن ندخل للمشاهد الجزائري في هذه الأمسية الطيبة، ويزيدنا شرفا أن نتكلم عن صاحب الرسالة، عن المعلم. فإن شاء الله نوفيه حقه إن شاء الله. أساتذتنا اللي رباونا اللي علمونا، فألف تحية لهم، ونقول لهم كي رجعتينا زمان شكرا ألف شكر يا أستاذي. حتى نربط، أولا أشكر الأستاذ سعيد لأنه بدأ أخذنا المعاني السامية للعلم، للمعلم، للرسالة، لهذه الرسالة النبيلة. ثم كانت في سيرورة النقاش تكلمنا عن البيئة وأهمية البيئة هذه، في سواء كانت للمعلم أو للتلميذ إلى غير ذلك. الأستاذ الكريم تفضل بطرحته الإشكالية اللي راهي ممكن سنتناولها. نعود ونرجع للأصل، هذا المعلم. وقبل ما نقول أنا معلم، قل هو المعلم والمربي، لانه لما نتكلموا على المعلم ممكن هذاك اللي راه يمد المعلومه او يصب صبا، ومن بعد التلميذ راح يكب هذيك المعلومات فرقه الامتحان وعطى له حشو معلومات، والاخر راح يحطها في له. لا، احنا نتكلموا على المعلم المربي، على المعلم الرسالي اللي هو رباونا اللي علمونا. احنا نتفكروا انه استاذنا ما كانش فقط يعلمنا الحروف او كان يقدم لنا الماده بطريقه جافه. تفضل الاستاذ وقال لك الامكانيات كانت قليله، لكن الاستاذ زمان كان يؤمن، كان يبدع، كانت الماده هذيك يبسطها لك ويحببها لك. حتى وبنات صغار ولا الولد صغار يلعب يقول لك نلعب معلم او نلعب معلمه. لماذا؟ لانه كان القدوه، كان كل واحد يقول لك نهدر كما استاذي، نمشي كما الاستاذ. وخاصه بعد ما انه يخرج من البيئه بتنشئه من الاسره يروح للمدرسه، فثاني قدوه له بعد الوالدين هي الاستاذ تاعو. فاكيد دور مهم جدا يلعبه هذا المعلم. المكانه تاعو الان هل تزعزعت؟ هل ما زالت؟ اكيد المعلم تقعد الف تحيه. لكن في الوقت الحالي الان نلاحظ بعض، بنتكلموا بلغه الواقع، واش راه يسرى، واش رانا نسمعوا المعلمين وممكن من شكاويهم، فاكيد يقول لك انا قليل من الاحتقان، قلوا للاحترام.
الاحترام ديالي ولا التلميذ يرد لي الكلام ولا الولي يجي حاسبني الى غير ذلك. فهنا اسئله كثيره تطرح وراها السبب، هل هو يقصر؟ هل هو ممكن ظروف ماهيش مساعداته؟ هو المهنه هذه راه دارها وماشي حابها؟ لانه استاذه نصيره سامحيني الا تكلمت بلغه الواقع، يا اما شفنا ناس وبعض الاسئله يجي يقول لك انا ممكن ارغمت على هذه المهنه، يعني لازم نديرها وهذا واش لقيت وفقط. كان الاختيار الوحيد الموجود من اجل العيش، من اجل العيش ممكن تقول لك لانه فيها عطله الى غير ذلك. فاحنا نتكلم في بعض الاحيان حتى نعم. الامر مرتبط في بعض الاعراف والتقاليد والاسر. نعم الاسر ايه. هناك من لا يجد مثلا بنات خارج الاطار التعليم. يقول لك في الزواج فنفضلها معلمه مثلا. هذه خلت اغلبيه يختار هذه المهنه لاسباب اجتماعيه ولاسباب ماديه وغيرها من الاسباب. لكن احنا نتكلم على الاستاذ اللي خيرها حبا، اكيد راهو حابها معناتها حيقدم واش عنده للتلميذ حتى وان كانت الظروف ضده. هذه نقطه مهمه جدا. سيقاوم. سيقاوم وهذاك التلميذ يحس امانه، يحس وليده، يحس بهذه الرساله الى غير ذلك. طبعا وش هي الاسباب؟ ممكن بعض الاسباب نخلي المجال للاساتذه اللي خلات مكانته تهتز عند البعض. هي ممكن انه الابناء ولو التلاميذ يحاسب الاستاذ تاعه، ولا هو يقول له استاذ ماشي هكذا، لا جيبها. تطلع الثقافه اللي راهي الان، التكنولوجيا اللي راهي الان. لذلك الاستاذ مهم جدا ان يبهر التلميذ، وانه دائما تكون عنده قدرات اني ابهر هذا التلميذ، اني احتويه، انه الان التلاميذ متغيرات راهي نفسيه اجتماعيه يعني كثيره. تخلي الاستاذ احيانا يقول لك غلبوني ما قدرتش نتحكم فيهم. فتخيلي اذا ولا الاستاذ يتكلم بهذه اللغه ولا ما يتحكمش في القسم تاع التلميذ راح تهتز الصوره. هذه نقطه. الاولياء ايضا هنا البعض سامحهم الله انه يجي هو راح يحاسب الاستاذ، وطفل راه يسمع لي با عند المدرسه ويتكلموا على الاستاذه الفلانيه، وطفل صغير تاع 6 7 سنين ويسمع الام تاعو ولا الاخرى تتكلم على المعلمه. يعني حتى اذا كان نقاش ولا ماشي امام ابنائنا لا نفتح هذه النقاشات، لانه هنا راح تتهتز صوره هذا الاستاذ حتى وان اخطا. نروح ليه نتكلم معه الى غير لا نفتح هذه النقاشات امام ابنائنا. وحتى لما الاستاذ يدير ممكن تصرف معين نحاول نبرر لابني، يا وليدي ممكن الاستاذ تاعك ما كانش كذا الى غير، ونحاول ان نحل هذه المشكله دون ان نشوه صورته، لانه هذه من الامور الكثير مهمه جدا. والمشكل كما طرحتي هو مشكل قيم قبل كل شيء. والذي يعكر صفو هذه الرسالة العظيمة، رسالة المعلم في المجتمع. ربما هذا ما عكر صفو تلك العلاقة الودية وعلاقة الاحترام التي كانت موجودة بين التلميذ والمعلم. والله يا أستاذ معول، إذا أصيبت الأمم في أخلاقها فأقم عليهم مأتمًا وعويلًا. بارك الله فيك. أنا ما كنت أود أن أصل إلى النواجم قبل الحديث عن الأسباب، لأنك تريدين أن تقودين لنتحدث عن النواجم ونفهم المصطلح. أنا والله أحاول أن أسير الحوار. ما أنا فهمت النواجم، يعني النواجم والناجمة في اللغة العربية باش نوضح للمشاهد. النجمة حينما نتحدث عن شيء ليس حسنا، هناك سبب نجم عنه شيء أكيد، والنتيجة حينما يكون شيء طيب. ونحن نريد أن نتكلم اليوم عن النواجم وليس عن النتائج. تعرضتم لكلمة البيئة، وكلمة البيئة هذه لها مفهوم كبير. لست أدري ماذا تعنون بكلمة البيئة، هل هي البيئة الطبيعية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية؟ لا، البيئة الاجتماعية بصفة عامة. تحدث عن المناهج مثلا التي لا يمكن أن تقوم أن يقوم المعلم بمهمته في غياب مناهج محددة ومؤدية أيضا إلى الغرض. الشيء الذي نريد أن نصل إليه وأن نشير إلى هذه النواجم التي نحن نعيشها الآن. وهذه لم تأتي هكذا، وإنما وراءها أسباب، وإنما وراء أسباب. وكلمة البيئة هذه لها معنى عميق في الدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهيدني أو ينصرني أو يمجسني. موت سيتونغ، وأنا ليس عندي أي حساسية، أستفيد من كل الناس، يجب أن نقرأ في كتابه لو ليف روج، كتاب الأحمر. يتساءل في خلاصته في خاتمة كتابه من أين تأتي الأفكار الصحيحة؟ هل تنزل من سماء أم تنبت من الأرض؟ يقول لا، وأوافقه لأنه يتكلم عن الأفكار وليس عن المعاني.
لأن بعض الناس قد يعلق عليه يقول الأفكار الصحيحة في الوحي. الوحي لا يتضمن الأفكار، يتضمن المعاني، لأن الأفكار هي منتوج بشري، نعمل العقل ونفكر وننتج أفكار. قال من أين تأتي الأفكار الصحيحة؟ هل تنزل من السماء أم تنبت من الأرض؟ يقول لا، الأفكار الصحيحة تأتي من تجربة الاجتماعية، تأتي من صراع طبقي، ومن تجربة العلمية. والوجود الاجتماعي للإنسان يحدد نمط تفكيره وسلوكه. نلاحظوا كيف يعني حدد تأثير البيئة على سلوك الإنسان، تأثير البيئة على العلاقات، على العلاقات بين الناس جميعا، وعلى العلاقات بين المعلم والمتعلم، بين المعلم والمجتمع. وهذا الكلام لم يأتي من الفراغ، خاصة حينما قال الذي سماه هو الصراع الطبقي، ونختلف معه حينما هو وضع الصراع الطبقي من أجل الخبز، ونحن القرآن تكلم عن الصراع بين طبقات من أجل الحياة، من أجل حياة أخرى، من أجل معاني أوسع من قضية الخبز. في النواجم التي نريد أن نتحدث عن اليوم، عن قيمة المعلم، عن دوره، وكيف أصبح كذا، وكيف كان، كيف تحول، كل ذلك له أسبابه وله نواجمه. من بين الأسباب، نعم، الأسباب ربما، نعم، من بين الأسباب لابد أن نتكلم عن البيئة. المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان وينجح فيه التعليم، وينجح فيه المعلم، وينجح فيه وتكون للعلم قيمته، هو هذا المجتمع المتوازن. ما معنى المتوازن؟ لأننا كبشر جميعا خلقنا الله عز وجل على أساس زوجية. ما معنى الزوجية؟ الواحد يحتاج للثاني، والثاني يحتاج للأول، وكلاهما يحتاجان إلى الله، وليس هناك من يستغني، من يستكفي، أو من يكفي نفسه. كل واحد في المجتمع يحتاج للآخر مهما كان هذا الإنسان. الإسلام يأمر بأن أينما تلتقي هذه العلاقات بين البشر يجب أن تقوم وأن تنشأ على أساس العدل والميزان. كل واحد في المجتمع نحتاجه. نحن الآن نتكلم في استوديو، لا نشك بأن هناك من يحرص الآن في مصدر الكهرباء حتى لا تنقطع الكهرباء، لكن هذا المعنى الشامل. ماذا عن علاقة وكذلك غدوة الصباح كي نخرجوا العام أعمالنا نحتاج إلى من نرسل إليه ابناءنا ليعلمه. هذا هو. ما موقع هذا الإنسان الذي نرسله ابناءنا اليوم في مجتمعنا؟ هذا هو ما موقعه. لماذا هذا الاختلاط؟ حينما يكون تسود الاختلالات المادية في المجتمع بحكم الضرورة تختل توازنته المعنوية. يستحيل أن ينجح أي عمل أو مشروع أو إصلاح في أي أمة مختلة توازنته. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم سادة المعلمين، جبعثهم الله ليعلموا الناس، ولكن القرآن سيشير إلى الصعوبات التي يلاقونها. لماذا؟ لسيادة الاختلالات في المجتمع. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفها إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. لكن أستاذ، نحن وجدنا أباءنا وحتى جيلنا أبناءنا وجدونا على مفهوم لمعلم مرب وجه نحترمه ونقدره وله مكانته الفكرية في المجتمع. يعيشون في مجتمع متوازن. أنا بدأت التعليم في السبعينيات، أعرف كيف كانت مكانة المعلم في السبعينيات، ولهذا الصبر. والناس الذين يعرفون في حتى نتعلم من تجربته، والذين علموا قبلي في الستينيات، في الخمسينيات إلى آخره، ودرست إلى تقريب منتصف الثمانينيات وبعدها بقليل، أعرف كيف كان موقع الأستاذ أو المعلم في ذلك الوقت.
وكيف لكن هل وصلت الى الفكره اللي التي طرحها منذ قليل الاستاذ بكير عندما تحدث عن المعلم الذي يحاول ان ينتج تلميذا اذكى منه او ربما يؤدي ما لم يستطع تاديته؟ انا اريد ان اقول لك فقط تفضل بان ما وصلت اليه سواء حاله المعلم او حاله المتعلم ايضا حاله المتعلم ايضا لانه ليس احسن حاله التلميذ الذي يذهب إلى المدرسة ويعود كل يوم حالته أيضا لو نستمع إليه ليست أفضل من حالة المعلم. تعرف المثال ذاك السائر حينما نقول علامة قرأ زبورك يا داود، هذا سيدنا داود حينما يتلو التوراة دائما نستحضره، كانت الجبال تردد معه الطيور إلا البشر حينما يمرون عليه فيسخرون منه على من قرأوا زبورك يا داود. والأنبياء جميعا قيل لهم سواء علينا أو أعطاء أم لم تكن من الواعظين، لأن البيئة حينما تكون متوازنة ماديا تتوازن معنويا. المعلم في العشريات الماضية نهضروا علينا في الجزائر في الستينيات في السبعينيات كان ينتمي للطبقة المتوسطة في المجتمع، ولكن أين موقعه اليوم؟ والله أنت من تجيب أستاذ. أين موقعه اليوم؟ اسمح لي أستاذ غندور. العلم كان يفتح الطرق بالنسبة للناس من أجل أن يصلوا إلى ما يريدون. أين قيمته اليوم؟ أين قيمته اليوم؟ أنا لا أسأل من أجل أن أطرق الإجابة. الغرض من الاستفهام هذا الإنكار. الإنكار. والتمديد. وزقا كما يقولوا صراخ. معليش مجتمعنا. معليش أستاذ أستسمحك لنستمع إلى الروبورتاج الذي أعدته الزميلة سهام أديب والذي يتحدث عن نظرة بعض المعلمين للمعلم وللتعليم ككل، ثم نعود لنواصل النقاش. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. للمعلم مكانة مقدسة في المجتمع، فالتعليم من أنبل وأشرف وأجمل المهن التي طالما حلمنا بها ونحن صغار. قديما كان المعلم والدا يؤدب بالحسنى ويربي بالحكمة ويلقن ويعلم الطفل بحب وجدارة. ملخص تلك العلاقة أنها علاقة تعليم بالتلقين. ما زال المعلم أبا وما زالت المعلمة أما وما زالت المدرسة تحوي وتربي وتعلم حتى آخر المشوار. كانت علاقة المعلم بالتلميذ سابقا في الجيل الأول ملقن والتلميذ يحفظ، كأنها عملية حشو للمعلومة. الآن تغير الأمر في الجيل الثاني وأصبح التلميذ يبحث، أصبح هو الذي يكتشف، أصبح هو الذي يأتي بالمعلومة، أصبح هو المبدع. أقرأ وألاحظ. أثناء موسم جني الزيتون شاهد رضوان مجموعة من الأشخاص في بستان يتعاونون على جمع الثمار. مع تغير الزمن والظروف وتغير المنهاج الدراسي أصبح هناك ما يسمى بالجيل الجديد. بصفتي كأستاذة درست الجيل الأول وأنا أدرس الآن الجيل الثاني، أن هناك فرق يعني كبير وشاسع بين الجيلين. أنه في الجيل الأول كنا نلقن التلميذ المعلومة، كنا نعطيها له حرفيا، لكن في الجيل الثاني تغير الأمر وأصبح التلميذ هو سيد القسم، هو الذي يعطينا المعلومة، ونحن فقط أصبح دورنا انحصر كوننا موجهين فقط لا أكثر ولا أقل. حتى بالنسبة للبرنامج يعني نحن لسنا مجبرين بأن نطبقه حرفيا يعني وأن ننجز كل التمارين، بل لنا الاختيار في الجيل الثاني طبعا لنا الاختيار أن نختار النصوص، نختار يعني ما يوافق ويناسب التلميذ، حتى أنه إذا كانت هناك مبادرة عند التلميذ من خلال نص أو وضعية ننطلق منها للإثراء والتعليم. يعني جيل أصبحت فيه علاقة المعلم بالتلميذ وعلاقة التلميذ بالمعلم لا تقتصر فقط على التعليم وتلقين المعلومة، بل أصبحت علاقة تكاملية تميزها التفاعلية بين الطرفين.
أنا بصفة عامة نعامل تلاميذي بكل حنان، يعني نعاملهم كأنهم أبنائي. أولا نلقي عليهم التحية، صباح الخير، مساء الخير أطفال، كيف حالكم؟ إذا كان واحد مريض نحاول نسأل على صحته، لماذا لا غبت الحصة الماضية؟ يعني في كل مرة نحاول نكون ودودة نوعا ما، نأكد. وأحيانا صارمة أثناء الدروس، لابد من أن تكون هنالك الصرامة، لأنه التلميذ لو تعاملنا معه دائما بلطف أكيد أنه راح يطلق نفسه، راح المعلمة راح تقل تلك الهبة التي لديه، فلابد على المعلم أن يكون متوازنا. نحن لا نعامل التلميذ الآن على أنه صفحة بيضاء ونحن نكتب ونسجل ما يحلو لنا فيه. نحن نعلم أن التلميذ يأتي بمكتسبات، نحن فقط نسقلها، نحن فقط نوجه، نحن فقط يعني صحيح أننا نعلم أبناءنا قيم وأخلاق حميدة أنها تخدم المجتمع لاحقا، وأيضا لا نتجاهل المكتسبات والقدرات الموجودة عند أبنائنا الأطفال. ما بين الجيلين ورغم تغير الأدوار والأساليب، لا يزال المعلم هو الحلقة الأساسية في منظومة التربية والتعليم، ولا يزال التلميذ هو الهدف الأساس من العملية كلها، فنجاحه هو نجاح المجتمع كله. نجاحه ونجاح المجتمع كله، وهذا لا شك فيه. لكن رأيت الأستاذ دمدوم يمتعض لما تحدثت المعلمة عن المعلم في القديم الذي معذرة قزمته في مهمة التلقين والحشو فقط، وكأنه لم يمت يوما لصلة بالإبداع. بسم الله. أولا أشكر الأستاذة المعلمة على التدخل. أنا من الجيل القديم وأنا فخور بذلك. والله كلنا فخورون. ربما الآن التلاميذ الذين يشاهدونني يعرفون من هو دبدوب السعيد. صح، لا نزكي أنفسنا، لا ندعي بأننا كنا في قمة، لكن نقول أستاذ الفاضلة نحن كنا بالعكس. أنا الآن في الجيل القديم والآن في المدرسة الخاصة، لا أظن أن البعض يخفى عليها أن الصعوبات التي يشتكي منها المعلمون والمعلمات الآن. نحن في جيلنا كان المعلم، وأنا واحد منهم، في درس القواعد مثلا لا نكتب القاعدة نحن، بل نستنبطها من التلميذ، وربما زملاء القدماء يشاهدون الآن. قبل كل شيء، هل المعلم اليوم تحصل على تكوين متكامل؟ المعلم الذي أنا نقبل الآن والأخت حتى تكون في علمها من خريج المعهد التكنولوجي مصطفى خالف، تلقيت تكوينا متكاملا التربية وعلم النفس على الطفل. أنا أسأل أستاذة، هل طلعتي، هل لك علم بالفروق الفردية؟ هل طلعتي على التشريع المدرسي؟ هل طلعتي على ما قاله علماء التربية وعلم النفس في الطفل منذ أن يكون في بطن أمه؟ هذا تلقيته أنا قبل أن أستلم أطفال المجتمع. درسوني تربية وعلم النفس، علموني كيف أتعامل مع الطفل. وبالعكس أستاذ هذا لما كانت مراكز تكوين الأساتذة موجودة، أقول لك شيء أستاذ، قد كان نلقن والله هذه أذكرها للتاريخ. يا في يوم ما درسنا التربية الإسلامية كمادة فقط عن التعاون في الإسلام، عن التعاون في الإسلام، ماذا فعل اللي معكم الآن وربما يشوفوا فيه الآن الإخوة بزاف؟ أخذت تلاميذ درس التربية الإسلامية قد حشوا، قلت لهم اليوم سوف نترجم درس إلى واقع، فأخذتم إلى مستشفى المحروقين باب الواد فوجا فوجا لزيارة المرضى. إذا إحنا نكون نحشي التلاميذ، بالعكس كان المعلم يحفز التلميذ في الرياضيات، حساب كنت حساب، كان المعلم يطلب من التلميذ يقرأ جداول الضرب من الأربعة الخمسة ستة حرفية. اليوم يضغط على آلة الحساب
يعطيك النتيجة. أعطي دي العملية حساب القسمة، والله لا يعرف حتى من أين يبدأ إلى أين ينتهي. هذا هو فعلا تلميذ ذاك كان يشغل عقله في التعبير، نضع أمامه الصورة وهو الذي يعبر، ليس المعلم الذي يعبر. ماذا ترى بني يحرك، يشير بيده المعلم، يشير يدير حتى أننا كالمعلم نزيدها مرحلة يعني حتى المعلم حتى يمس حتى التهريج لإيصال المعلومة. صدقيني غير كنت أقول ما معنى يتمدد التلميذ لما يعجز، لا نعطيه الكلمة شرحها مباشرة، أتمدد فوق الطاولة ثم نرى التلاميذ كلهم يدافعون في صوت واحد يا كذا 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 كذا. أظن أننا ربما لأنك كنت تحب هذه المهنة. نعم. أيضا نعم. بس ليس لأن هذا ليس حال كل المعلمين. نعم. الآن نعم. أنا قبل تريد أن تدخل أستاذ. بارك الله فيك. أنا فقط لا أريد أن تكون هناك ثنائية المعلم. أنا لا أريد أن نصل إلى مرحلة الخصام. أكيد أن هذا ليس هدفه. كانوا يلقنون والآن يسترخون أو يتمددون. أنا لا اسمع، لا أريد أن تكون هناك ثنائية. هذا جيد، هذا رديء. لا، معناها دائما هناك معلم يؤدي دوره وفق ظروف معينة وبيئة معينة، وفق الوسائل أيضا، وفق الوسائل وفق المطلوب منه. عندما تتغير الظروف والبيئة يتغير الجيل، وإذا تغير الجيل يتغير وظيفتك كمعلم. الكلام يعني على المعلم أن يساهم من خلال وظيفته هذه التغيرات. هذه التغيرات لأن العملية التربوية محورها هو التلميذ وليس هو المعلم. معلم. وهذه الأستاذة التي كانت في تبعناها في الروبورتاج كانت تقول كلاما رصينا وجيدا وجميلا موزونا، ممكن أخطأت في عبارة أو اثنتين، أما كلامها فكان موزونا. أين أخطأت؟ أنا لا أتبع قلح الشوريني، لم أتبع، ولكن ممكن قالت، ممكن قالت الأستاذ في القديم كان مجرد ممكن هذا وكان ممكن هذا خطأ، فقط 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 يعني الأحكام المفتوحة والجوزافية نتجنبها لأنها ليست حقيقية. أنا فقط كنت أريد أن يكون الروبورتاج لو كان نروح شوية إلى مرحلة المتوسطة ممكن سوف نسمع بعض الانطباعات مخالفة لهذا. أنا أحب تلاميذ ودود معهم وكذا، سوف نرى رأي آخر لأن الأمر سيختلف في مرحلة متقدمة. بارك الله فيك. في موضوع الاحترام، أنا أريد هذا الموضوع احترام المعلم، أنا أريد أن هذا الموضوع يعطى حقه العملي، هذا ما نصب إليه. صح. الآن سؤال الأول، ما هو الاحترام الذي أريده؟ عندما أقول أنه هناك من يحترم المعلم وهناك من لا يحترم المعلم، ما هو الاحترام الذي أقصده؟ هل الاحترام هو أن ذلك الطفل الذي كان يرى معلمه في الشارع فيغير الطريق، هل هذا هو الاحترام؟ هل الاحترام أن يقول دائما من فضلك سيدي الفاضل ويتقن العبارات وإلى غير ذلك؟ هذا الاحترام يجب علينا أن نضبطه. هناك احترام، هناك قلة أدب، هو فرق كبير بين الاحترام وقلة الأدب. وبالتالي ما الذي ينتظره من ذلك الطفل تجاه المعلم؟ هذه رقم واحد. أحيانا الأطفال يتصرفون بتلقائية، بجرأة، بجسارة أكثر منا نحن، وبالتالي يمكن أن أرى أن هذه الجرأة مكسب لهذا الجيل، حرى منه الجيل السابق. ممكن ممكن لكن ليس في كل الحالات ممكن تعارضين. قلت لا، أنا لا أنتظر قلة الأدب، قلت أنا أنتظر من تلاميذي ومن طلبتي عندما أطرح سؤال أن يناقشوني، أن ينقدوا الفكرة التي أقدمها، حتى معناها أصل إلى الفكرة. فرق كبير بين أن أتعامل مع تلميذ يقول لي لا أنا لم أقتنع بفكرتك، ثم أعيد النقاش مرة ثانية وثالثة حتى أوصل فكرة، أو أتعامل مع تلميذ آخر يقول لي مقبول يا شيخ سمعا وطاعة على الرأس والعين، فإذا خلوا إلى شياطينهم وإلى عفاريتهم بدلوا بعدك وغيروا. أنا لا أريد هذه الطريقة، أنا أريد طريقة أخرى، هذا الجيل المفتوح أولا. ثانيا، هناك كتاب رائع يسمى عصر المعرفة. احترام الإنسان في القديم كان لأن العلم كان محتكرا لدى مجموعة من الناس، هذا في عصر المعرفة يتحدث عن الأطباء.
يعني لو نذهب تقصد احترام الفكر قبل الشخص كشخص. احترام أيوة الفكر والمنصب والمهنة. لو نذهب إلى الأطباء لقالوا نفس الكلام، أن الناس كانوا يحترمون الطبيب في القديم. أما الآن في هذا الكتاب يقول أن الأطباء كانوا يسمون آلهة ذات بقمصان بيضاء. ما معنى آلهة بقمصان بيضاء؟ معناها الناس يروح للطبيب مسلمين مكتفين، اللي يقولها الطبيب يقول له ايه، حتى كي يمتد هكا ما يتكلم يقول له الطبيب راك ميت، ما عاد يقول له ايه سمعا وطاعه تراه ميت. اما الان فلا، الان الانسان يذهب الى الطبيب ويحاول ان يفهم ويقول له ما معنى المرض، ما يجيش واحد يكتب له لوردونونس يقول له الطبيب يقول له واش معناها، يقول له هذه وهذه، يقول له هذه وكنقص هذه وكنزيد هذه، وقال لي طبيب واحد اخر، فهو يناقشه. لماذا؟ لان المعرفه اصبحت منتشره. الان بعض التلاميذ يذهبون الى المدرسه، واسمحين نقول لك لديهم بعض المعلومات التي لا توجد عند الاستاذ الان. لكنهم قله استاذ. لا معليش، لان وسائل المعرفه متاحه. وسائل المعرفه متاحه لكن للاسف الشديد لا تستغل من طرف اغلبيه التلاميذ. لا لا لا، الان استغلال ما استغلال شيء اخر. هناك بعض المعلمين الذين يتحرجون من التلميذ الذي راجع درسه قبل ان ياتي لهذا، يقال له لا تفتح الكتاب، لا اعطي لك الكتاب، حتى يكون هو المصدر المصدر الوحيد للمعلومه. اقول له ائتي معك بالكتاب، غدا سوف نناقش موضوع كذا وكذا، اود ان تراجعه في البيت، فياتي وهو مسلح لكي يناقش لا لكي يتلقى. هذه المعرفه لم تكن موجوده في القديم. متى كان التلميذ له كتاب مدرسي؟ حديثا. الان ليس له فقط كتاب مدرسي، لديه معناها مفتوح العالم، يتحصل عليه في اي وقت. ثلاثة، اسمحي لي معليش، ثلاثة نقول أنه هناك الاحترام، أنا أقول مبدأه ومنطلقه المعلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. المعلم في معناها النقطة الثالثة ما نبداش بها، المعلم له جزء من المسؤولية في أنه يفوز ويحوز باحترام الآخرين إليه، أيا كان هذا الآخر، تلميذ في مرحلة ابتدائية، في مرحلة المتوسطة، أو كان أبا أو أما يأتي إلى المدرسة ويتكلم مع المعلم. هذا الذي نريده ونريد أن نصل إليه، حتى نضع هذا الاحترام في الميزان لكي يكون مقبولا ومطلوبا. والله أعلم. أستاذة نصيرة، والله أنا ماذا بي تعقبي لي أستاذة حتى لا أعقب أنا، وليس من مهمة التعقيب أنا ونشر هذه القصة. فقط ممكن حتى أضيف ونعقب أنه هي ما هو مسألة مهمة، حتى ممكن بين القديم والجديد إحنا يهمنا الأساس هو أنه الاحترام يكون، والتلميذ تاعنا يتعلم، والمعلم يؤدي المهم. نضع يدنا على الجوهر وعلى الأساس، وأكيد نستفيد مما سبق والتحديات اللي كانت نحاول الآن، وحتى المعطيات الآن اللي راهي موجودة نحاول نستثمروها، لأنه البعض الآن راهو عندها داتا شوف القسم، وعندها تقول لك ما عنديش بليز، يعني كلش موجود، يعني هذه ابسط الامور. شكاوي المعلمين تقول لك انا في مكان مثلا من تحديات المعلم، يقول لك انا عندي مثلا الهدف تاعي باش نركز على التلميذ، نركز على المفتش اللي جاي يرسمني، وتبقى تحض وكذا وكذا، راح يحاسبني لك تفت في دفتر النصوص ولا في الكراس اليومي، وتزيغ على الهدف الرئيسي. احنا نرجعوا للهدف الرئيسي اللي هو العلاقه بين المربي والمتربي. انا نحب نقول المربي والمتربي لانه العلم هو داخل فيها، راه يربي ويعلم، ياتي بعد التربيه. اكيد هي علاقه تفاعليه، وهذا التفاعل لازم يكون جيد بين المربي والمتربي. وش هي هذا التفاعل؟ راح يكون فيه انفتاح شبه تام. انا كمربيه وانا كمعلمه نحاول اني هذا التلميذ اللي راه وليدي اللي راه بين يدي انا، سواء كان في الابتدائي ولا حتى اذا كان مراهق ولا كان في الثانوي ولا حتى كان في الجامعه، انا انفتح عليه. شوف حاجياته، اولا لازم نعرف، تكلم الاستاذ على الجانب النفسي، هذه مهمه جدا. وش هي الحاجيات النفسيه؟ وش هي الفروق الفرديه في 40 قسم فيها 40؟ وش الفرق بين هذا وهذا؟ حتى الحاله الاجتماعيه للطفل هذا، هذا يتيم، هذا كذا، هذا راه عنده مشاكل، هذا يشاغب. وحنا دائما نقولوا كل عرض، هذه مالفه رساله نوجهها للاولياء، رساله ايضا للمعلم. الطفل هذا اللي راه في القسم يدير كذا وراه المشكل، ويقول لك ما نقدرش ما نلحقش انا 40 واحد يكفيني كيفاش. لا، اذا كنت تحب المهنه تاعك وحب تتحكم في القسم، تعرف البعض يقول لك ما لقيتش الوقت، دير النيه وربي يسهل لك. واكيد هذه من الامور، اذا نظمت وقتك وخططت العمليه تاعك التربويه والتعليميه ستجد وقت لكل حاجه. لانه حتى المشاكل الاجتماعية
ربما تثقلي القراءة كي الأستاذ كما يجي الوقت لي. وهو أيضا يحتاج في نفس الوقت أستاذ ناصر، احنا نتكلموا عن المعلم اللي لازم يعطي ويمد، وفي نفس الوقت هو تن لازم ياخذ، لازم له اهتمام، لازم له كذا. الانفتاح أيضا يكون عند المتربي، لازم أولادنا نعلموهم هذه أنه الأستاذ وينصح نربيه من صغره باش يعلمك باش ينصحك باش يوري لك كذا. إذا كان هذا الانفتاح بين المعلم والتلميذ على الأقل نحاولوا نوفقوا ونديروا التوافق. وأنا نحضر للموضوع رجعت القصص القديمة تاع السلف، وأحدهم راح العقبة بن أبي سفيان راح دلت الوليد عند المعلم تاعه، فسبحان الله الوصفة هذه ممكن الآن في علم النفس وفي المناهج التربوية سبحان الله أطالوا الدواء، قالوا أصلح نفسك قبل ما تصلح لوليدي. معناتها انت يا المعلم، لانه ابني عينيه راه معقودين فيك، انت راه يشوف واش تستحسنه الوليد راح يشوفه مليح، وما تقبحه كذلك ابني سيره. التلميذ راه عينه في الاستاذ، في اللباس تاعو، في الهندام تاعو، في الكلام، في التحكم وفي القسم. الاستاذ لما يبدا يعيط ويصرخ التلميذ خلاص يقول لك انا قدرت له لهذا الاستاذ، عرف نقاط الضعف، كما اولادنا يعرفوا نقاط الضعف تاع الاولياء ولاو يعرفوا نقاط ضعف الاستاذ. كي تسمعي للابناء استاذه نصيره وحنا رانا في احتكاك معاهم يقول لي استاذ فلان يدير كذا فاحنا نديروا له كذا خلاص نربحوا الساعه الى غير، يعني ناسف على هذه الاشياء. ايضا النصيحه اللي قالها له كلهم كالطبيب الذي ياتي بالدواء، ولا قبل ما يجيب الدواء لازم يشخص الداء، علاش التلميذ هذا راه يدير لي هكذا، علاش القسم ما تحكمش، اراجع نفسي واراجع قسمي، الهدف تاعي انا من التعليم شنو هو، ندير خطه، هدفي استراتيجي راني حاب نوصل له. ايضا نذكر نفسي انه راني مع ربي سبحانه، هذه امانه وايضا انجاز ليك انت لو كان تنجح كاستاذ، دير الجانب الادائي تاعك وايضا تحكمك في القسم. وايضا كلمه الاستاذه في الروبورتاج انه الحنانه نحن ما نحنش واش ندير نزير ولا كيفاش ندير لهم، هي اكيد الحب والحزم في نفس الوقت. حتى التلميذ لما يحب الاستاذ تاعه تولي الاستاذ تاعك تحفظ كل تفاصيله، لو اننا نغمضوا عينينا ما زلنا نسمع صوت الاستاذ، صوره الاستاذ تاعنا ما زالت بين عينينا. لماذا الان التلميذ راه في الساعه ويستنى يحسب الوقت، شحال بقى انا باش نكملوا، شحال بقى كذا، واحد استاذ ساعته تجوز خفيفه واحد ثقيله، علاه؟ والله هناك استاذه روت لي ان بعض التلاميذ ينامون في القسم، وحتى لو ذهبت لايقاظهم يعني من غير الممكن ايقاظهم، لانهم يقضون لياليهم مع الانترنت ومع التكنولوجيا الجديده. استاذه حرابي ستواصلين طبعا، ودائما نسعد بسماع ارائك في هذا الجانب، لكن اريد ان نجس نبض جمهورنا المتواجد معنا اليوم وهو مشكور، أغلبهم من النساء، هناك من تمثل الجميع ونستمع إلى رأيها فيما يدور بين الأساتذة من حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا دكتورة رشيدة زبيري، أم لخمسة أطفال، ومن كثرة يعني أبنائي في الأطوار المختلفة فيجيوا للدار يعيطوا لي سيدتي من كثر التواصل، يعني الأستاذ يقضي من الوقت مع أبنائي أكثر مما أقضيه أنا معهم. في ظل الحوار الذي يعني سمعناه كنت أخذت بعض النقاط، وهي أنه ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم، يعني الجيل تاع بكري مش الجيل تاع ذوك سيدتي، أصبح عدائي. نتحدث عن عدائي ونحن كيف نتعامل معه، هم أبناؤنا، هم أبناؤنا فلذات أكبادنا. أنا أنت المعلمة هي أم كذلك، فهي الملزمة أنها تكسب الولد، وأنا الملزمة أني أكسب ولدي. يعني لما نروح للطفل صغير ما على بالناش كيف أنا لما كنت صغيرة ربما كنت نفكر كما كانت بنتي الآن تفكر، ولما كبرت عرفت باللي أهمية معناها العلم اللي النصائح اللي خذيتهم وربما الضرب اللي ديته ولا كذا أنه رباني. هي كذلك لما تكبر تقول أعطيه الصحة أستاذي اللي رباني وعلمني وكذا، أقول ربما. بالنسبة للفكرة اللي قلتها أستاذ أنه الفروقات أبنائنا مش أبنائي مش كلهم كيف واحد الأسرة الواحدة، الفروقات بينهم شاسعة، الفروقات والتعامل مع المتميز.
هذاك اللي يرجع لي الكلمه، علاش نكسرو استاذه؟ نعم هناك مش يرجع لي الكلمه، يناقشني. يناقشني انت كاستاذ ولا انا كاستاذه ولا اناكم؟ علاش تناقشني؟ علاش هو على فكره ياخذ من الافكار تاعي ولا التعليم تاعي ويرجع لي يناقشني به، لماذا قلتي الشيء الفلاني وانت خرجتي على الاخر؟ ويستشيذ غضب الاستاذ وينقلب على تلميذ. بالعكس هذاك التلميذ يجب مراعاته، يجب مراعاته وكسبه والتعامل كما قالت الأستاذة. لكن عندما يكون عدد التلاميذ في القسم يتجاوز الأربعين، في بعض الأحيان يصل الخمسين، كيف يمكن أن نتمكن من إعطاء كل تلميذ حقه في ذلك؟ الأستاذ الرسالي يفعل ويستطيع حتى يجيبوا مورال الساعة. الرسالة كنت يعني تولي هنا وكأنه ندخل مرحلة جهاد. أستاذة اللي معناها علاش قيمة الأستاذ ربما نزلت، ولأنه راح يأكل خبزة، ولأنه باش نكون عطلتي المرض عطلتي كبيرة ونتزوج، فأنا نروح للتعليم. إذا ما عنديش رسالة نكتب لها. نوجد كما أنا أستاذة تحكي لي على هذاك التوجد والمفتش اللي يجي، قالت لك نحبس التعليم على جال هذه الكتيبة اللي نوجدها للمعلم. هذه نقطة. النقطة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن مربي وكان أحسن معلم، كان لينا، علاش نعرف نشوف وكان يعني الإنسان يجبدو هكذا أعرابي حتى يجرحوا من يعني من رقبته أو ما شابه، ولكن شوفوا ردوا، يجي واحد يتبول حاشاكم أكرمكم الله في المسجد، شوفوا ردوا يعني. فحتى قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. الثانية أنا أم، يعني أولادي يعني اللي مأدبين ويقولوا ما شاء الله ونتمنوا أولادك، لما يجي ولد الآخر قال ماشي كيما أخته هذيك اللي مأدبة، ولكن تربوا على يد واحدة ولكن مختلفين. فقط أنا لما نروح نقابل الأستاذ أنا كأم نقول بحذا وليدي قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، قل له هذه أولى من أمك، تحترمها أحسن من أمك. أنت تقولين هذا أختي الكريمة، لكن هناك من ابنه من يتحكم فيه، ونحن لما نحن الآن هنا نحن نوجه رسالة للأمة. إن شاء الله إن شاء الله، نعم. إن شاء الله تكون رسائلنا توصل من خلال هذه الحصة. مشكورة جدا أختي على مشاركتك. والله أريد أن أستمع إلى رأي آخر إذا أمكن من إحدى الحاضرات معنا. أنا أريد أن أعرف كيف يستشعر المعلم أنه معلم. شكون عندها الميكروفون منكم؟ تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الرحيم للأنسة بنيسة كريمة. مرحبا بك. من فضلك قرب الميكرو حتى نسمعك جيدا. باحترامي الأساتذة، ما كاش إضافة يعني كبيرة، باحتراماتي لهم ما خلاوناش واش نقولوا، ولكن أنا بالنظرة لي الجيل القادم والجيل الحاضر انه ما كانش فرق بيناتهم، الا انه التكنولوجيا اللي جات درك هي اللي فرقت بيناتهم. مثلا كان الاستاذ في القدم او في الزمان كان الاستاذ عنده كلمه وهو اللي يوصل المعلومه، ولكن دركا ولا التلميذ يروح للانترنت ويروح لمصادر اخرى، يعني يقول لك الاستاذ ما عندوش يعني دركا خلاص ولا ما عندوش قيمه. ولكن حنايا واش انا نقولوا انه المعلم هو اللي يدير الهيبه ليه، هو اللي يدير. اذا كان المعلم يعرف يوصل المعلومه كذلك يكون كما قالت الاستاذه اللين، يستعمل اللين ويستعمل الصرامه، هنايا راح تكون عنده هيبه، ما يكونش مخيف وما يكونش لين بزاف. اذا كملي فكرتك. اذا الاستاذ يكون يستعمل هذه الطريقتين باش يكون مثلا كالام او كالاب وكذلك معلم. بارك الله فيك على التحضير استاذه، وانا ربما اكيد انني ساستمع الى اراء كل الاساتذه حول ما قيل من طرف معلمتين مثلتا الجمهور الحاضر معنا وايضا فئه من المعلمين.
أنا فقط أن أثير نقطة أخرى، لما تحدثت الأخت عن الليونة في التعامل مع التلاميذ، في المقابل هناك بعض العارفين والمتابعين لشؤون التربية يقولون أن الأمر يعني ليس استثناء بالنسبة للجزائر أو الدول العربية والإسلامية، وإنما هذا الأمر هو تعاني منه كل الدول بما فيها الدول الأوروبية والمتقدمة، ويرجعون السبب أو يعيزونه إلى النظرية الحديثة الآن في التعليم، والتي تقريبا أبعدت العقاب في المدارس. ما رأيك أستاذ باكر؟ مشكلة. أولا معنى التغيرات الواقعية يجب أن تغير من طبيعة التعامل، فإذا لم أغير من طبيعة تعاملي مع جيل متأثر سوف أصل إلى حالة من العجز التي وصل إليها العديد من الآباء والأمهات الذين يشكون من تغلب وسائل الإعلام والتكنولوجيات الحديثة عليهم وشعروا بالعجز. والبعض فقط عندما يشعر بالعجز هذا خلل من المفروض أنه الإنسان المربي الكبير لا يشعر بالعجز أمام الضعيف الصغير. ما سبب هذا الخلل؟ أيوة، الخلل أنه لم يكن مستعدا لكي يغير ذاته قبل أن يسعى إلى تغيير ذلك الطفل الصغير. هذا العجز هذا بعضهم يذهب ويبحث عن الحل ويسأل، هذا أحسنهم حالا وأحسنهم طريقة. أما الآخر الذي يشعر بالعجز ماذا يفعل؟ ينسحب، يقدم الاستقالة تاعو، ديميسيون، سلوك تجنبي او الهروب، يستقيل ثم يبرر استقالته ويقول لك انه راهو كبير ويعرف صلاحه. لا، هذه استقالة اراد ان يغلفها ويبررها. الان هذه الوسائل الحديثة، وسائل التكنولوجيا والتواصل، لماذا احيانا ننظر اليها على انها الخير الذي يسهل لنا حياتنا، ثم ننتي من جهة أخرى فنقول أنه هي سبب مهلكات حياتنا وتربيتنا، مع أنها وسيلة واحدة. هنا الاختلاف في التعامل تاعي أنا، إذا لم أضبط التعامل مع بعض الوسائل الحديثة وبالتالي سوف أشكو منها، والشكوى لا تكون من الوسيلة، الشكوى تكون من طريقة التعامل مع الوسيلة. شكون اللي يشري لي طابلات لولاده صغار في الابتدائي؟ عنده بورتابل بيرسونال شخصي، لا ادخل في الموضوع، انا احب ان من مواضيع الحساسه جدا والخطيره، ولكن هذا الجانب مؤثر جدا في مكانة المؤثر. لماذا يؤثر على بعض الاطفال ولا يؤثر على اطفال اخرين؟ لماذا؟ لانه استعمالي وتعاملي مع هذه الوسائل الحديثه ليست المشكله في الوسيله، المشكله في انا. عندما اتحدث عن العقوبه كمثال، هذه العقاب وسيله من وسائل التربيه، انا كمربي واقعي لا ألغي العقاب من التربية، ولكن ليس هو الأساس في التربية، ليس هو الأصل في التربية. عندي الكثير من الطرق آخرها هي العقاب، والبعض ينظر إلى العقاب البدني على أنه عقاب يعني خشن، ولكن أحيانا بعض الآباء لا يستعمل العقاب البدني ولكنه يستعمل العقاب تاع اللسان تاعو الذي هو أخطر أحيانا من العقاب البدني. جراحة اللسان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. الإنسان عندما كيجرح في لسانه يعالجه تمتم، بصح لسانه كيجرح إنسان آخر طفل صغير ما يقدرش، ممكن فقط. فهذا العقاب أقول أنه كوسيلة أحتاجها أحيانا معناها مختار استثناء وليست هي الأصل، ولكن الأصل في طريقة التعامل مع الأطفال هي أنني أكون حاضرا وقريبا جدا ومركزا ومستعدا لهذه المسؤولية. يعني أنت أستاذ لا تلغي نظرية الثواب والعقاب في التربية والتعليم؟ طبعا، لأن الكثير من المتابعين للشأن أستاذ معول يقولون أن الشأن التربوي أو المناهج التربوية التي ارتبطت على مدى العصور بنظرية الثواب والعقاب لا يمكن أن تحلق بعيدا عندما تضعها جانبا. أنا أريد أن أستمع إلى رأيك في هذا الباب. شوفي أستاذة، عندما نجزئ المعرفة نشوهها، عندما
نجزئ الحديث في هذه الأسباب وكأننا نقيم محاكمة لتلميذ اليوم أو لمعلم اليوم، نشوه المعرفة. والله لا نحاكم، نحن لا نفعل إلا أننا ننقل الواقع. أنا راني ننقد نفسي قبل غيري، يعني خليني أعبر عن رأيي. عبر. فقط لابد أن تكون تصوراتنا صحيحة حتى تكون أفكارنا صحيحة. إذا كانت أفكار واسمه تصورات غير صحيحة لا يمكن أن تنتج أفكار صحيحة. في المنظومة التربوية هناك منظومتان سائدتان في العالم اليوم. هناك منظومة ديناميكية تعرف قيمة قدرات هذا الإنسان الذي تتحدثون عن عقابه، تذهب لتفتيق هذه القدرات، وموضوع تفتيق هذه القدرات هو المحيط، هو هذا العالم الذي يعيش في هذا الإنسان. وهناك منظومة تربوية مثل تاعنا التي تسود منذ قرون، منظومة ستاتيكية، بمعنى أن المعلم يملك جزء من المعرفة، يقول للتلميذ أعطي لي راسك ندخلك الليف ولا مليف، ولا تبحث عما وراء الليف ولا مليف، أنا المصدر المعرفة وأنت نسخة، خذها وانتبه، فإذا خالفت فسأعاقبك، فإذا لا. المنظومة التربوية الناجحة، ولهذا هناك الآن بلدان متقدمة وبلدان متأخرة. هل عقول الشعوب المتقدمة أفضل من عقول الشعوب المتأخرة؟ أم ظروف التي تمارس فيها التربية في هذه البلدان هي التي تختلف؟ التربية في أصلها، ما معنى التربية؟ هو أن تعد هذا الإنسان ليكون قادرا على التكيف أمام المواقف الجديدة. اليوم نقولوا لأنهم راهو نعم التلميذ اليوم لا تستأثر به المدرسة وحدها، تشاركها في كثير من الوسائل. التعليم الآن ما أصبحش تبشور، ما أصبحش كراس، لم يصبح سبورة فقط، ولكن وسائل التعليم. هل نوقف هذه الثورة التكنولوجية من أجل أن تنجح المدرسة، أم يجب على المدرسة أن تتكيف معها وأن توظفها من أجل خدمة هذا الإنسان؟ هذا الإنسان حينما جاء الأمر بالقراءة، أمره بالقراءة، أشعره بقيمة القدرات. البورتابل اللي نحملوه في كل جيبنا، كل واحد فينا عنده بورتابل الآن. العالم بأسره راه داخل البورتابل هذا. كيف توصل هذا العقل؟ مانيش عارف واش راح يدير منا على 10 سنين ولا 20 سنة ولا 30 سنة. ربما يكتشفون خلية داخل المخ تجعلك تستغنينا حتى عن البورتابل هذا الذي نحمله الآن. العقل الذي صنع هذا هل يحتاج إلى عصب باش نوضوه، ولا لابد من إثارة أخرى، لابد من منبهات أخرى، لابد من وسائل تربية واحدة أخرى؟ أعظم وأجرم شيء يمكن أن يحدثه المعلم هو أن يجرح تلميذه سواء بكلمة أو بأي شيء آخر. لا أوافق أبدا على قضية العقاب نتاع القرون الوسطى. الآن لسنا في هذه المرحلة، يجب أن تنتهي. لكن عندما تحدثت عن العقاب أستاذ، لا أقصد العقاب الجسدي، وإنما هناك بالكلمة أصعب. لا بالعكس، ربما من هذا لأنفسنا ولسائر المعلمين ولسائر المجتمع الذي يسمعنا. حتى نحن في بيوتنا قبل ما نكون معلم في المدرسة، أنا معلم في بيتي مع أولادي ولا لا، راني نتعلم منهم. أنا خدمت 11 سنة مفتش تعليم ثانوي، مفتش عام لتربية، أقسم بالله غير تعلمت من تلاميذ في الأقسام وهم يناقشون أساتذتهم أكثر مما تعلمت في الجامعة وعند الأساتذة وفي كتب التي كنت أقرأها. في أي سنة، في أي فترة أستاذ؟ نعم، كنت مفتش تعليم ثانوي في من 90 حتى 2000 2001. لماذا؟ لو أحسن الاستماع إلى هؤلاء التلاميذ لاكتشفنا العجب. أما أن نجعل هذه المدرسة التقليدية المعلم يملك شيء من المعرفة كشغل العطار هذا كلو اسمه، ويقدمه بتقسيط لهذا التلميذ يصنع منه ما يشاء، هذا تعليم انتهى الآن، انتهى أمره.
الآن تلميذ هذا راه عالم في 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 حد ذاته، يجب أن نعرف ما يعيشه نفسيا وما نعرف طموحاته ونحب أن نوصله. أما الدكتاتورية التي نستعملها في نقول لك مثالين، كنت تدرس اللغة العربية فهمني ما معنى ضرب الولد والولد نائب فاعل، نحفظه له هكذا 14 قرن نحفظها للتلاميذ نبعا أي شيء. مات الرجل فاعل، ماذا فعل؟ ضربته ضربا مفعول مطلق، والولاد يوليو ينكتوا بالقواعد هذه خطر. قال سيبويه رحمه الله منذ 14 قرن وحنا رقدنا ما حبيناش نحسنوا، ولهذا ندوروا في حلقات مفرغه نعتقد بان المعرفه جاهزه ما علينا الا ان نعترف منها كما نعترف من قصعه الكسكسي. عند كي ينتهي الكسكس هذاك نحبسه كما راهي صرتنا الان، ولهذا كان هناك تخلف وهناك تقدم، والتخلف كل لا يتجزا. لا نتصور المجتمع يتقدم في تربيه اذا كان متخلفا في توازناته، اذا كان التخلف في اقتصاده وفي بيئته بصفه عامه. اسمح لي راني استاثرت بالكلمه. الحمد لله انك لم تكثر في المجال اللي اطلب السماح منك لامر الى ضيف اخر. لكنني مع هذا استلف منك كلمه استاذ وهي المنبهات. ما هي المنبهات التي يحتاجها الان او في ايامنا الان المعلم ليحتفظ بمكانته الفكريه والعلميه والتربويه والانسانيه حتى خارج اسوار المدرسه؟ المهم نخرج الأسوار المدرسة. أكيد هذه مهمة. أولا أنه كيفاش يبه هو المعلم محترم والصورة تاعه راهي لا تهتز، لكن نقطة مهمة ركزوا عليها هي أول هذه المنبهات، هي أنه أولا تفضل الأستاذ قبل قليل أنه يعرف نفسه، نعرف نقاط قوة تاعي ونقاط ضعف تاعي، نتقبل نفسي وأيضا حاول نعدل. ما فيش عيب أنا إلا شفت بلي كاين تقصير مني، أدرك أنه هناك خلل في العملية تاعي، إذا شفت خلل أنا نطور نفسي، وهذه من النقاط المهمة جدا اللي لازم يدركها المعلم. أيضا من الأشياء اللي لازم يتنبه لها اللي هي الأمور الجديدة الآن، كيفاش نحفز أولادي، كيفاش نحفز تلميذ لما يغلط خطأ هذا أنت نروح للآخر، هذه أصلا راهي تدمره نفسيا. نحاول كيفاش نحتوي، ممكن جوابك يحتمل فيه من نصيحة نعاودو نرجعو، حتى استثمار التكنولوجيا هذه تخلي التلميذ يبهر بالأستاذ. نرجع لنقطة الإبهار أنه يحسوا راه أجور. كاين قال الأستاذ بعض الأساتذة يكون بلوكي قدام تلاميذه، لكن التلميذ لما يشوف أستاذه راه مطلع على المستجدات ويعرف التكنولوجيا. يعني 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 يجب على الأستاذ أيضا أن يقضي على الأمنية تكنو اتصالية حتى يواجه التلميذ. كما تتكيف المدرسة مع المستجدات، الأستاذ نفس الشيء عليه، البحث على هذه في التكنولوجيا هذه كيخليه أنه كيستا أولادنا يشدوا التليفون 24 ساعة على 24 ساعة، راه قد ينوض به، أعطي له أبحث، أعطي له أشياء، جيب لي فيديو كذا، شفت هذا الفيديو، حنا كنا نديروه مع الأولاد، دير له فيديو يقول لك أستاذ شفته، قول له بصح أنت شفته، حنا راح نشوفوه مع بعضنا، راح نناقشوا أمور، حتى إذا لقى لك نقطة ضعف انت عارف تجيب له نقطة أقوى منها. فهنا الطفل دائما يشوف أنه دائما يرجع لك ليك أنت، هذه من النقاط المهمة جدا. التحفيز الآخر، النقطة فقط تاع العقاب اللي هي التنبيه الأول، التنبيه الثاني، أنه نعاقبه ماشي حتى وين يبان باللي ما قدرتش نتحكم ونستعمل التبرير إلى غير ذلك. خارج أسوار المدرسة أكيد الأستاذ مهم أن يحافظ على الصورة الطيبة، حتى احنا لما نشوف في الشارع ولا تصرفاته كن أنت. كيما أنت راك في القسم وتنادي وتطلب منه يدير كذا وكذا، نفس الشيء في الشارع، فهذا أكيد راح يخلي التلميذ يحترمك يهابك ويحبك في نفس الوقت. هذا خارج أسوار المدرسة، داخل أسوار المدرسة ما الذي يجب فعله حتى لا تصبح المدرسة مستودعة لملفات التلاميذ فقط إلى غاية الامتحان أستاذ؟ ممتاز جدا. التلميذ هو صورة معناها مقابلة انعكاس للمعلم، لصورة المعلم. والله صدقيني أقول لك بالتجربة الواقعية، أحيانا أسيء الظن بتلاميذي، فبعدين يقول لك بلغة الرياضيين نخرج متسلل أرجع نزعف عليهم على مش مهتمين يتناقشوا بيناتهم، نقول لهم تبهر انا نهضر معك، نقول له والله يا وصلت نتناقش في نفس الفكره. فلما احسن بهم الظن يحسنون بي الظن، لما احسن بهم الظن على انه جاوا باش يتعلموا. صحيح انه هناك الكثير من المثبطات والملهيات والمشغلات، ولكن نتيقن كمعلمين ان اولئك الابناء يعانون. لماذا؟ لانهم بين ما يريده الاب، ما يريده المعلم، وما يعيشونه وما يريده الأصدقاء.
في مرحلة بارك الله فيك، فهو يعاني عندما استحضر معاناته من الجنوح. أيوة، عندما استحضر معاناته فهو يحتاجني أكثر مما أحتاجه. لما أقترب منه فقط سوف يقترب مني أكثر. الأطفال أبناء تعنا يحتاجون، ينتظرون منا أن نفهمهم، لا أن نتقبل كل السلوكات. هناك سلوكات خاطئة عندما أضع في ميزان صواب خطأ مرفوضة، ولكن أفهم لماذا قام بذلك السلوك. أنا أعطي واحد حاجة واقعية تبين. طفل في الروضة 4 سنوات 5 سنوات سنة أولى ابتدائي، تعلقه بالمعلمة تعلق كبير جدا، حتى أن ذلك التعلق يثير غيرة بعض الأمهات أحيانا، صح ولا لا؟ صحيح. حتى أن بعض الأمهات يذهبون إلى المعلمات، من فضلك قولي لوليدي قولوا باش يولي يسمع الكلام لما تصبح تقوم بدور الوسيط، الوسيط، وتأخذ مكانة أفضل من مكانة الأم. لماذا؟ لأن تلك الأم لم تفز بقلب ذلك الطفل، ومبد هذه المعلمة هذه فازت بالطفل. علاش؟ لماذا؟ لأن ذلك الطفل، تلك المعلمة ملأت كل الطفل، عالم الطفل. أصبحت المعلمة تعطيه الكثير من الأشياء حول العالم لم تعطيه الأم. طيب، نقول الطفل هذا، نسأله واش تحب تولي في المستقبل؟ كثير من الأطفال يقول لك نحب نولي معلم. صح، هذه اللعبة المفضلة عند أطفال. أيوة. هل تبقى هذه اللعبة المفضلة للأطفال مدى الحياة؟ والله ولو يزيد شوي يعود يبطل، يجي بيقول لك طبيب، طيار، فوتبالر، إلى غير ذلك. لماذا تزعزع هذا النموذج؟ لماذا؟ لأن المعلم لم يكن مواكبا للتغيرات الحاصلة. أول تغير للمستجدات، أول تغير يجب أن يكون المعلم، أول شيء تكوين تاعو يكون قوي. التكوين، إذا ما عربيش تفتحي الموضوع هذا تاع التكوين المعلم في الجزائر وفي دول أخرى رديء مقارنة، لا يستطيع أن يتكيف مع المستجدات. أيوة، مقارنة بما هو مطلوب منه. نقص التكوين أيضا. نقص التكوين هو الحال في مختلف المجالات. احنا نقولوا على المعلم، علاش؟ لأنه المجالات أخرى يمكن أن نستدرك. كي يغلط لي في الطوموبيل ولا في شيء معين، معليش، ما شريتش هذا نشري هذا. أما إذا أخطأت في جيل، هذا الخطأ الذي يصعب استدراكه هو بعد أخطاء خطيرة ربما جدا، ربما تنقل أيضا إلى الجيل الذي ما بعد. أيوة، بارك الله فيك. إذن هناك التكوين معنا أولي قبل انطلاق في مرحلة التعليم. نسأل، كم يكون الطبيب وكم يكون المعلم؟ كيف يكون الطبيب وكيف يكون المعلم؟ ياك كيف هي المدرسة العليا للأساتذة وكيف هي المدرسة الوطنية للإدارة؟ ربما المؤشر في هذا أنه أغلبية المتخرجين من الجامعات الجزائرية يتجهون نحو التعليم حتى وإن كانوا غير مولوعين بالتعليم. غير مولوعين بالتعليم، علاش؟ لأنها فرصة عمل. فرصة عمل. لا تعلم ولا تربي. أيوة، بارك الله فيك. ربتني. ربما أيضا ينظر إليها بمنظر مصدر رزق فقط. هذا هو الفرق بين المعلم قديما وحديثا. والله يا الشيء الثاني أنا أريد باختصار لأن الوقت انتهى تقريبا. الشيء الثاني، التكوين لا يتوقف. هذا هو عند المعلم في طرق التعامل لا يتوقف. لا يمكن أن تكون المدرسة متخلفة والمجتمع متحضر ومتقدم. لا يمكن يبقى المعلم متخلف، ما يعرفش فيسبوك، ما يعرف الانترنت، ما يعرفش جوجل، ما يعرفش كذا، ما يعرفش كذا، والتلاميذ يأتون بالمعلومة أحيانا فرش، معناها جيدة وطرية وناضجة، والمعلم ما زال في ضربة زيد عمرا، هو عنده دي تكست تم يجيبهم. يا سيدي جيبهم، معليش، هذه المواضيع التي عوضا آتي بها يأتي بها التلميذ. أنا مستعد لمناقشتي ومستعد لأن أصرح أنني لأول مرة أسمع هذه المعلومة، وشكرا لك على هذه الفائدة، ومستعد لأن أقول أنني لا أعرف وسوف أبحث وأتيك بالجواب غدا. العملية التربوية عملية تفاعلية. لما يكون المعلم صادقا التلميذ يستشعر الصدق. المشاعر الإنسان لا تختفي، ممكن تختفي مرة مرتين ثلاثة، ولكن إذا كان مستمر لمدة سنة كاملة
لا يمكن تختفي. صدق المعلم سوف يستشعره التلميذ وبالتالي سوف يقلده وتكون أول قدوة في حياته وذلك المعلم. لهذا الكثير من الأبناء يختاروا يكونوا أستاذ اللغة الإنجليزية ولا الجغرافية ولا التاريخ ولا اللغة تأثرا بمعلمي. والله كفيت أستاذ بارك الله فيك. والله جملة آخر واحدة. جملة واحدة لا تزيد عنها كلمة. شوف المشكلة تاعنا حينما يتزوج رجل ويتصور بأنه ليصنع فوتوكوبي من أولاده تشبهه فهو غافل عن المشروع الذي يتزوج منه الناس. حينما يتصور المعلم بأن تلاميذ الذين سلمهم المجتمع له يصنع منهم دي فوتوكوبي تشبهه فهو معلم فاشل وهذه هي مأساتنا في العالم المتخلف. وهذا ما ذهب إليه الأستاذ بكر معنا. وربما أعطي آخر كلمة للأستاذ الذي نشكر له الحضور معنا والإدلاء بهذه الشهادة. في كل تجربة دائما نحتفظ ببعض الذكريات. ربما أجمل ذكرى والذكرى التي لا تريد أن تتذكرها أيها المعلم. ختاما إن شاء الله تكون ختام مسك. قبل ما نختم الكلمة لكن باختصار شديد أنا نقول اليوم إذا أردنا الإرادة أن ننشئ هذا المعلم الذي ننشوده جميعا لابد من الاهتمام به لأنه هو محور تكوين. رانا نشوفوا الآن وش من تكوين. تكوين أثناء العمل، تكوين احنا في نقولوا قديما كان المعلم محاط بكوكب من المؤطرين بدءا بالمفتش المستشار التربوي تقريبا كل أسبوع في المؤسسات يوجه ينصح المعلم إلى آخره. فأنا أرجو أن يعاد النظر في المعاهد التكنولوجية في تكوين المعلم تكوينا مستمرا حتى نستطيع خاصة الآن في العصر عصرنا هذا على المعلم نأخذه جانبا وحده ونكونه عام سنة كاملة في الابتدائي السنة الكاملة يتطلع على المعلومات الجديدة حتى نسلم له الأطفال. أما اليوم حنا نلاحظوا اليوم معلمين ربما اسمحوا لي نفتح قوس ربما لا يصلح حتى للتعليم. لا أقصد أخلاقيا يعني نفسيته مش تاع التعليم. وخاصة وأخطر مرحلة هي مرحلة ابتدائية لأن هي اللبنة الأولى. إذا طلع التلميذ إذا كشكل نبتة إذا نبت أعواج كالشجرة فلا يمكن إصلاحه. ومن هنا الاهتمام يكون من الصغر مرحلة. أما الذكريات والله باختصار أتذكر طبعا أني في إحدى المدارس الابتدائية كنت أعلم وكان عندي في القسم تلميذين من إسبانيا أصلهم إسبانيا يتعلموا معلم للجزائريين. هذين التلميذين طبعا أبوهما يعني لم يكونوا مسلمين على دين الإسلام والحمد لله يعني كانوا يعني عادي في القسم. فيوم أن تنقلوا من تلك المؤسسة وراحوا إلى مكان آخر أفاجأوا برسالة للمؤسسة وما زلت أحتفظ بها وفيها صورة لإحدى الحدائق في إسبانيا. لما قلبت الصورة ديك أجد كتابة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين إلى أستاذ العزيز دمدم سعيد. الظروف التي لم تسمح لنا كيف حالك وحال عائلتك ونحن بخير. هذه بقيت لي وما زلت أحتفظ بالرسالة إلى من الآن رسالة تقريبا حوالي أكثر من 30 سنة. الأثر الطيب والصمت الطيب وأشكركم جزاك الله. هذه بقيت في الذاكرة تاعي وهناك ذكريات أخرى كثيرة على كل حال وأجمل ذكرى. بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ مع الحضور. أيضا أشكر أستاذ بكير شكرا على ما أفدنا به والشكر أيضا موصول لدكتورة فاطمة زهراء حرابي. شكرا لك. وطبعا أستاذ معول الذي أثر النقاش كالعادة بطريقته وإن شاء الله دائما نبقى نتعلم منه. أختم بالقول أننا سنظل مهما حيينا نعترف بجميل كل من علمنا حرفا ونهنا من علمه قيمة أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم.
نرجو أن نوفق ويوفق الجميع ويوفق كل المعلمين وكل التلاميذ في مواقعهم حتى نبني أمة مسلمة سوية ومتقدمة ومتطورة كما كان الإسلام دائما ينشدها. شكرا لكل من حضر معي اليوم، ضيوفي، الجمهور الكريم مشاركتهم لنا في النقاش، أيضا الفريق التقني HD5. الشكر، شكرا جزيلا لكم جميعا، كل فرد أيضا في موقعه وعلى رأسهم المخرجة تركيا سعدو، المشرفة ليندا حرشولي، وسكريبت سعيد محروق، وكل من شارك في إنجاء هذه الحلقة من برنامج قرة أعين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.